اهلا وسهلا فيكم، معاكم فرح الحميدي، واليوم راح نتكلم عن موضوع وايد مهم يخص المطابخ، وانتم بالذات دائما تسالوني شنو انسب لنا وشلون نقرر هل نحط مطبخ مغلق او مطبخ مفتوح. اكيد في اسئله وايد لازم نجاوبها قبل ما نقرر اي هو الانسب لنا. خليكم معي بالنصايح الجايه. طبعا اذا نتكلم عن المطبخ كان مغلق او مفتوح، شنو لازم نعرف اول قبل ما نقرر اي هو يناسبنا؟ هل هذا هو مطبخكم الوحيد او لا؟ هل الاستخدام لهذا المطبخ ثقيل أو خفيف؟ إذا عندي مطبخ رئيسي ثاني فأكيد يعطيني مجال أني أنا أكون فلكسبل أكثر بالمطبخ اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه. أولاً لازم نقرر شنو المساحة اللي موجودة، شنو احتياجات أصحاب المنزل، وشنو استخدام هذا المطبخ. هل راح أطبخ وايد أو طبخي جداً خفيف، كيك ما كيك، ريوق أو غيره. متى نبدي نصمم مطبخ؟ المطبخ حاله حال اي مساحه في البيت، وايد مهم اني اخذ قراري في مراحل مبكره جدا في التصميم عشان اعمل تمديداتي صح، نقاط الصرف تكون بمكان الصح. فانا اقرر بمراحل مبكره هل مطبخي مغلق او مفتوح، او وين راح يكون بالضبط في مساحات مختلفه بالبيت. خلونا نبتدي بالمطابخ المغلقه. المطابخ المغلقه هي المطبخ اللي يكون ضمن غرفه مسكره، مفصول انفصال تام عن البيت، عن مساحات مختلفة، ممكن يكون داخل البيت أو خارج البيت بحيث أنه يكون في المناطق الخارجية حول البيت. هذا المطبخ يكون دائماً في الطبخ ثقيل، يكون في التهوية مو وايد مريحة، والإضاءة الطبيعية هم ما تكون داشة عندنا بشكل كبير. إذا كان هو المطبخ الأساسي بحيث أن نسميه الديرتي كيتشن، فيفضل أن يكون في مطبخ مغلق أو مساحة مغلقة. طبعا المطبخ المغلق مثل المطبخ المفتوح له إيجابيات ولا سلبيات. أهم إيجابيات المطبخ المغلق أنه أول شيء صار عندنا خصوصية أكثر، الروائح ما تطلع إلى مساحات المختلفة من البيت، التفصيلات مو لازم تكون جدا مهمة، تصميم المطبخ مو لازم يكون وايد متماشي مع بيتي، فأقدر أوفر بالمطبخ المغلق أكثر من التوفير اللي أقدر أوفره في المساحات المفتوحة أو المطابخ المفتوحة، لأنه مفصول تماما ومو كل الناس تشوفه. طبعا إيجابية أخرى للمساحات المغلقة أو المطابخ المغلقة أني أقدر أحط تخزين أكثر، ومو وايد مهم الترتيب فيه لأنه مو مبين. أما السلبيات فالإضاءة قليلة، التهوية قليلة، وما نقدر بالمستقبل أن نحول المطبخ المغلق إلى مطبخ مفتوح. أما نتكلم عن المطابخ المفتوحة فهي تكون ضمن مساحات أخرى في البيت، يعني يكون مفتوح على ممر، يكون مفتوح على موزع، ممكن يكون مفتوح على صالات، ممكن يكون مفتوح على مناطق ثانية. غالبا المطابخ مفتوحة ممكن تكون عبر جدار واحد يسمونه الوان وول كيتشن، أو جدارين الال كيتشن، أو حتى ممكن يكون الايلند كيتشن، إنه يكون على ثلاث حوائط وحائط الرابع هو اللي مفتوح على المساحة. وايد حلو هذا المطبخ، لكن أكيد رح يأكل من ميزانياتنا، لأن لازم نفكر بتفاصيل أكثر وأدق على ديكوراته وتشطيباته، حتى لون وشكل المسكة لازم يكون متماشي على المساحة المفتوحة. متى أنصف المطابخ المفتوحة؟ إذا أنا مثلاً ما عندي مساحة كفاية أقدر أحط فيها مطبخ مسكر، إذا المطبخ أصحاب البيت يحبون يطبخون أشياء خفيفة حلو المطبخ يكون جزء منه، إذا أكيد عندي مطبخ ثاني نسميه الديرتي كيتشن يكون مسكر، فدائما أنصح أن المطبخ الثاني يكون مفتوح. طبعا لا إيجابيات وسلبيات. من إيجابياته أن التهوية تكون أريح، الإضاءة الطبيعية تدخل أكثر، جمالي أكثر بحيث أنه يتماشى مع البيت، وهو يكون نقطة تجمع حلوة حق الأسرة أو العزائم اللي تكون عنده بالبيت. أما من ناحية السلبيات، ريحة الطبخ أكيد راح تنتشر في البيت، فضروري ضروري أنه يكون عندنا دكت جدا قوي نقدر نتحكم بريحة الطبخ في المساحة هذه. ما راح يكون في عندنا خصوصية، لازم المواد التشطيب تكون ذات جودة ونفكر فيها أكثر، فالميزانية تكون أعلى عندنا. وآخر شيء لازم نهتم بترتيب المطبخ وما يكون في أشياء وايد مبينة، فتخزينها لازم يكون مدروس بطريقة صحيحة. هم هني في الوزان عندهم اوبشن وايد حلو، انه يكون عندي مطبخ مفتوح بس نفس الوقت مغلق باستخدام سلايدنج او الفولدنج دورز مثل ما تشوفون. هذه طريقه وايد حلوه انه يكون عندي كيتشنت او مطبخ تحضيري، ما ودي دائما يكون ظاهر للي قاعد في المساحات، وممكن انسكره في بيبان مثل ما تشوفون، وتكون بنفس التشطيب اللي يناسب المساحات المفتوحه لها.
اكيد في شركه الوزاره المتحده دائما راح تلاقون الحلول اللي تحتاجونها لمطابخكم سواء كانت مفتوحه او مغلقه. نشكر شركه الوزاره لرعايه محتوى هذا الفيديو. شركه الوزاره المتحده عندهم خدمات متنوعه في عالم المطابخ، الابواب والمعدات المنزليه والتجاريه، بالاضافه الى صناديق الودائع والمجوهرات الفاخره. اذا حابين تعرفون اكثر لخدماتهم انصحكم ان تزورون معرضهم. اليوم قناتنا صارت تضم أكبر عدد من الفيديوهات العربية المتخصصة بالتصميم والديكور. فقراتنا متعددة، راح تلاقون معلومات، تصاميم، مقابلات وغيرها العديد من الفقرات اللي تهم المصممين، الهواة وكل من يبحث عن أفكار لبيته. وعشان نستمر ونقدم المزيد تابعوني وكونوا المشتركين بالقناة لمشاهدة جديدنا أول بأول.